يا سلام عليك. شكرا شكرا لك يا محمود، خليك مواصل، أنغامك جميلة جدا صراحة. مشاهدينا الكرام، احنا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من صباحات السودانية، جائد دائما أو دائما بالجديد والمفيد من خلال الصحة والرياضة.
والجمال غدا لقاء جديد من صباحات سودانية وفقرات متنوعة. كونوا دائما على الموعد، في أمان الله.